هذا بزمن تسمى البريزنت سمبل. زمن البريزنت كونتينوس تنس شنو عندي؟ عندي هي كل الضمائر بلس اس او ام او ار اضافه انه فعل. اذا شخص يستحم بالحمام ما نقول شيء سويمين. بالضبط الفعل سويم يعني when a person is going inside the ocean او the river. الفعل سويم فعل سويم بحد ذاته نستخدمه لما الشخص جاي يقوم بفعل السباحه يعني بالمحيط او بالنهر او بالبحيره او بالبيش بالساحل الشاطئ القريب للساحل. ولكن اذا شخص يسبح بالحمام يقول شي او he is taking a bath او taking a shower. فاذا انت تستحم بالبيت يسالونك فلان وين؟ مو قول له he is swimming. لا الفعل swim semantically speaking بالمعنى الدلالي له يستخدم swim يعني للغوص في المحيطات والبحار. اذا شخص يستحم بالحمام بيت الاعتيادي يقول he is taking a bath. واضح؟ تركيبة هذا الزمن في الضمائر هي ولا شي ولا ات بلس از تاخذ از وبعدين الفيرب بتاع ان جي اللي تقابل عبارة جاي باللغة العربية. انا جاي احكي لكم الان I am speaking right now. انتم جاي تصلون الي هسه You are listening to me right now. ماشي؟ مستر صباح is filming right now. استاذ صباح يقوم بإعداد فيلم وثائقي او تصوير الان. He is filming right now لانه هاللحظة هو جاي يصور مو؟ واضح؟ فشوفوا تركيبة هذا الزمن عند subject كان he ولا she ولا it plus be إنه هون كان is أو am أو are plus verb بداع ing plus they are playing golf. هم يقومون بلعب الجولف. معلومة بسيطة أقول لكم إياها. الفعل where معناه يبتدي. أوكي؟ مثل ما عودتكم دائما نخلي محاضراتنا افعال او كلام من حياتنا اليوميه، اذا تيجي تسال شخص تقول له اي عطر انت تستخدم؟ ما تقول له what perfume do you use؟ لا ولا تقول له what perfume do you put؟ اي عطر تضع؟ العفو اي عطر تضع؟ تقول له what perfume do you wear؟ بمعنى عربيا يعني بالكلام لغه عربيه بمعنى اي فعل انت ترتدي نشوفه يعني ما مسوغ عندنا باللغه العربيه، ولكن ان انجلش استخدامه في سؤالك عن نوع الاثر اللي اي شخص يستخدمه تستخدم الفعل وير اللي هو دبليو اي اي ار. هو بيرفيوم دو يو وير معناها اي اثر طبعا. سمايك ساين الاشاره الدلاليه اللي تكون في نهايه الجمله. الزمن اللي قبله قلنا هي بلايز فوتبول افري داي. شي ريدز ا ستوري افري داي. هنا نقول شي از ريدينج بالضبط شي از ريدينج رايت ناو او شي از او هي از سموكينج ات ذا تنس ذات وي يوز تو توك اباوت ذا مومنت اوف سبيكينج. كان اني بودي جيف مي ا سنتنس اي جمله تخلوا الفاعل وتخلوا الاي از ولا ام ولا ار فعل بلس اي ان جي وبعدين تكمله. اوكي She is studying right now. هي تدرس الآن. Okay. I'm eating hamburger. You are eating hamburger right now or other one. Okay. She is watching TV. She is watching TV right now. بعد مثل ما عرفنا كل زمن ناخذ ثلاث حالات شنو ناخذ؟ ناخذ الأفرمتيف اللي هو في الأفرمتيف اللي تونا كنا من بداية المحاضرة حتى هسه نحكي عنها اللي هي شنو هي؟ التركيب الاعتيادي. I am speaking, he is speaking, they are speaking. هاي حالة الأفرمتيف. الحالة النيجاتيف خلينا نجي لغتنا الأم اللغة العربية. إذا أقول أنا أقرأ قصة الآن. أنا أقرأ قصة الآن. أدل فيها بالعربي كلام بالعربي. أنا لا أقرأ قصة الآن. لا دخلت ما بين أنا وما بين شنو؟ أقرأ أنا لا أقرأ فأنا نوبل داو نوبل جد الأقرأ مو؟ أوكي خروح للغة الإنجليزية I am reading a story I am اللي هي أنا I am not ولا تعوض عنها بنوت نوبل جيب reading ونخليها واضح؟ ف I am not reading a story right now ف the negation tool يعني أداة النفي اللي تخص هذا الزمن هي شنو هي؟ not مباشرة نخليها ما بعد الفعل والverb to be اللي بيتصل به. إن كان I am يصير I am not reading. إن كان he is reading نقول he is not reading. وإن كان they are not speaking, they are not teaching, they are not following me right now. وهلم ما يبتدي. واضح؟ إذا قلت I am speaking right now.
I am speaking right now. أنا أتكلم الآن. عربياً Arabic speaking راح تقول هل أنا أتكلم الآن؟ فI am speaking right now راح تصير Am I speaking right now؟ مجرد الأوكسيلاري أخذ من الجملة أو أنت بداية الجملة وأكمل الجملة مثل ما هي. الـ ING تبقى متصلة بالفعل. مو مثل بالـ present simple من نسوي سؤال بالضبط الشيء اللي لازم متصلة بالفعل. الـ ING تبقى مثل ما هي. Hi Sarah, how are you? A little. Are you American? Yes. Where are you from? I'm from California. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, are you American? No. Do you speak English? A little. What did you say? I said it's 5:10. Thanks. You're welcome. Asking directions. Hi, Michael. Hi, Amy. What's up? I'm looking for the airport. Can you tell me how to get there? No, sorry. I don't know. I think I can take the subway to the airport. Do you know where the subway is? Sure. It's over there. Where? I don't see it. Across the street. Oh, I see it now. Thanks. No problem. Do you know if there's a restroom around here? Yes, there's one here. It's in the store. Thank you. Bye. Bye-bye. Restaurant tomorrow. I'm hungry. Hi, Sarah. How are you? Fine. How are you doing? Okay. What do you want to do? I'm hungry. I'd like to eat something. Where do you want to go? I'd like to go to an Italian restaurant. What kind of Italian food do you like? I like spaghetti. Do you like spaghetti? No, I don't. But I like pizza. David, would you like something to eat? No, I'm full. Do you want something to drink? Yes, I'd like some coffee. Sorry, I don't have any coffee. That's okay. I'll have a glass of water. A small glass or a big one? You like lots of beer? Small, please. Here you are. So, thanks. I posted attention on it, but I found it. So, let me summarize all the lecture in English, okay? خلوني اختصر محاضرتنا اليوم for the present continuous tense in English, right? So, today we have tackled the present continuous tense. It is the tense that we use when we talk about the everyday actions that we are doing right now. It is the tense that we use when we talk about something that we are doing and speaking. الزمن اللي نستخدمه بننشي عن حالة نحشي عنه ونسويه خلال لحظة. For example, simple example, right now what I am doing? Excellent. Now, right now I am speaking. You are listening to me right now. This is first. Two, the purpose for using this tense, the purpose for using this tense is to tell the person that I am busy with something. For example, if somebody calls me right now, إذا أحد خبرني هسه إذا دليل أنا بتحكيني هسه عندي شغل شرحة كده بحشي التليفون إذا أو I am teaching my student right now. أنا جاي أدرس طلابي الآن، معناها شنو؟ معناها أنا مشغول. This is first. Two is to show the person that the action is going to be done right now. يعني تراوي الشخص اللي جاي يحاكي أو الشخص اللي يحاكي على التليفون أو الشخص اللي قدامك إنه الحكي جاي يصير هسه. يعني شلون؟ انتم متفقين انتم اصدقائكم you and colleagues are agreed or doing something انتم متفقتوا على ان تسوون شيء معين اتفقتوا تسوون شيء معين وافترقتوا رحتوا احد اصدقائكم خلينا نقول صبغ المنزل صبغ البيت ابسط مثال هذا اعطيكم اياه اوكي فخبرتكم قلت لهم انا جاي اصبغ هسه معناها شنو؟ معناها the actions that you agreed to do الحدث اللي اتفقتوا عليه انه جاي تسوونه بدي للسياره جاي يصير لحظه تكلم
هذا سؤال ابعد عنكم، ولكن اهم نقطه تعرفونها انه الزمن نستخدمه اثناء تكلمنا او اثناء يعني فعلنا شيء معين نجاوب. واضح هذا هسه؟ This is the first case, which is the affirmative. الحالة الإثباتية. The negative case, the tool that we are using is not. الأداة اللي نستخدمها أو الإنسترومنت اللي نستخدمها هي not. We use not to negate the whole sentence. نستخدم not لنفي كل الجملة. You are looking at me right now. بالمناسبة. Looking at young boy. Looking for. Looking forward to. يتطلع. ولوك آخر أنه يعتني فعل نفس اللوك باختلاف الأدوات اللي مكتوب عليها غير معناها في you are looking at me right now معناها أنتم جاي تبعوني هسه إذا أذن في حذف كله مجرد أجيب نوت أخليها هذا الفعل you are not looking at me right now هاي حالة شنو؟ حالة النفي حالة الاستفهام الآن والإز والآر آخرهن أخليها بداية الجملة we are using the auxiliaries in the beginning of the sentence So I am looking, I am teaching you right now. I will use I am put it in the first of the sentence. Am I teaching you right now? You are writing something right now. Are you writing something right now? What can I say? So